اهلا بيكم مشاهدينا الكرام في اولى حلقات برنامجنا سكر زياده. زي ما احنا على قناه الصحه والجمال، فبرنامجنا بيتكلم في الصحه والجمال، وده اللي يهمنا. برضو نازلين معانا استضافه عن الاطباء والمتخصصين والمؤثرين. وعلشان دايما اي حكايه بيبقى فيها بدايتها نفق مظلم، بس في الآخر بنلاقي له بصيص نور بيدينا الأمل والتفاؤل على إننا نصر على النجاح. فمهما كانت الصعوبات اللي بتواجهك في طريقك، اوعى تيأس، لأن الصعوبات دي بتقويك، وفي الآخر هتلاقي الفرصة اللي ترشدك لطريق النجاح. هيكون معانا النهاردة شركة من الشركات اللي حققت نجاح كبير. الشركة دي اسمها إيجي كيور للإمداد الطبي. هيكون معانا النهاردة ومشرفنا النهاردة في الاستديو منتجين في الشركة، وإن شاء الله حلقة تكون على مدى خطاكم، وإن شاء الله كل شيء تمام. عامة الشركة دي حلت مكانة متميزة جدا في الوطن العربي في مصر، لكن هنعرف أكتر باستضافتنا. وإن شاء الله هيكلمونا طبعا عن شركة إيجي كيور وعن إيه المنتجات اللي طبعا بيتقدمها بشكل مفصل جدا، وهل للمنتجات ديت أي عوارض جانبية. كل ده طبعا هنعرفه معاهم، بس قبل كده وقبل ما نسألهم نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا تاني بعد الفاصل ومكملين حلقتنا النهارده باستضافتنا الجميله. معانا الدكتوره هاله البكري، المدير التنفيذي لشركه ايجي كيور، ومعانا الدكتور ابراهيم فرج، مدير التسويق والمنتجات. منورين حلقتنا النهارده. اهلا بيك يا اسمهم. اهلا وسهلا بحضرتك. نبدا بيك يا دكتوره هاله، يا ريت تعرفينا اكتر عن الشركه. بسم الله الرحمن الرحيم. هو احنا جايين النهارده نتكلم عن شركه ايجي كيور. دي شركه مساهمه مصريه، التخصص بتاعها هو إنتاج وتصنيع وتوزيع الأدوية والمكملات الغذائية والمستحضرات الطبية. يعني إيمانا منا بالدور المجتمعي، والمفروض كل شركات الأدوية والشركات الرائدة في المجال ده إنها تقوم بدورها تجاه المجتمع. فإحنا يعني حبينا نضغط على مواضيع معينة بتهم الناس، ونكون معاهم بمنتجات تقدم لهم خدمات مميزة. وعشان كده ابتدينا بمنتجاتنا. احنا حاليا عندنا 4 منتجات مصنعين وموجودين في السوق المصري. تمام. اول منتج عندنا هو اسمه الاورجي ميكس. ده بيمس موضوع مهم جدا، وهو قضية السمنة والوزن الزيادة. وده طبعا عشان احنا عارفين انه الحياة الافضل ما بتجيش غير بصحة افضل، والصحة الافضل ما بتجيش غير بوزن مثالي او جسم مثالي صحي خالي من العيوب والامراض. حضرتك عارف ان السمنة بتعدل مشاكل كتير ولها اضرار كتيرة جدا. فعشان كده عندنا المنتج الاولاني وهو منتج الاورجي ميكس، وده كله ناتشرال طبيعي جدا، و المادة الأساسية اللي موجودة فيه اسمها السيليوم هاسك. تمام. المنتج الثاني اللي عندنا برضو اهتمينا بالمرأة وبجمالها وخاصة بالعناية الشخصية للمرأة، وهو منتج اسمه الميتابي. الميتابي. تمام. مكان الأورجي ميكس والميتابي. الأورجي ميكس والميتابي. عندنا ثالث منتج خاص برضو بالعناية الشخصية، هو ويعني بيمس قضية مهمة شوية شغالة حاليا، وهو فيروس كورونا. عندنا كحول سبراي اسمه سوزي سبراي. المنتج دي خليها مفاجأة حلقتنا النهارده. تمام. خليها مفاجأة حلقتنا النهارده. الرابع اللي عندنا هو الخاص بآلام المفاصل والعضلات، اسمه سينيور جيل. تمام. دول 4 منتجات، وان شاء الله باذن الله مكملين الفتره الجايه وباصدار وانتاج منتجات طبيه، ادويه يعني تعالج وتساعد الشعب المصري في الانتصار على الامراض اللي موجوده ولصحه افضل باذن الله. اكيد طبعا. دكتور ابراهيم، يا ريت يعني تدينا تفصيل اكتر عن المنتجات اللي بتعرضها الشركه، وهل هي بتتميز عن اي شركات تانية؟ تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. في الاول خالص انا بتكلم على زي ما الدكتوره هاله اتكلمت على الاورجي ميكس.
الاورجيمكس منتج طبيعي جدا امن مع كل البيشنت اللي بيقابلنا او كل المرضى اللي بيترددوا على العيادات، امن على مرضى الكبد، امن على مرضى القلب، امن على المرضى الضغط، امن على مرضى الكلى. اي بيشنت في الدنيا ممكن ياخد الاورجيمكس. طب ده بيبان معانا في ايه؟ ان الاورجيمكس اصلا موجود فيه الماده الرئيسيه بتاعته اللي هي السيليوم. السيليوم الفكره الرئيسيه بتاعته اللي هو كيس تحط على كوبايه ميه بينزل المعدة، هيعمل حجم في المعدة، هيعمل بلق. يجي البيشنت ياكل، هياكل كمية بسيطة، يحس بالامتلاء، يفضل كده بدل ما ياكل مثلا 4 سندوتشات او 3 سندوتشات، لا هياكل سندوتش واحد. مش بس كده، ده هيفضل كمان شبعان لمدة 6 ساعات. يعني انا كده بقدر 6 ساعات. فانا كده بقدر احافظ على البيشنت اللي قدامي اللي هو هياكل كمية بسيطة، والنقطة التانية كمان اللي هو هيفضل فترة طويلة شبعان. عشان كده احنا بنقول ان البيشنت ده برضو لازم يكون محافظ على الوجبات الرئيسية التانية اللي يعني يحافظ على الفطار. الوجبات الأساسية. أيوة. تمام. النقطة التانية بالنسبة للأورجيمكس، موجود فيه الكروم. الكروم كل الناس عارفين ان الكروم بيساعد في وبيزود معدل الحرق. حتى دكاترة البطنة سكر دايما بتكتب الكروم للبيشنت اللي هم الديابيتيك، على اساس اللي هو بيظبط لهم معدل السكر في الدم. الحاجة التانية اللي موجودة في الأورجيمكس الأناناس. من قديم الأزل معروف إن الأناناس ده فاكهة بتستخدم في التخسيس، لأنه بيحرق أكتر من الكالوريهات اللي بيديها. النقطة المهمة بالنسبة للأناناس كمان، موجود فيه إنزيم اسمه إنزيم البرومالين. إنزيم البرومالين ده له فوائد كتيرة جدا، أولها اللي هو بيشتغل على البكتيريا المسببة للضيارية. ناس كتيرة لما بتيجي تخس بتاخد حاجة عشان التخسيس فبيجي لها ضيارية. لا، انا مع الاورجيمكس مشكله الضياريه ديت مش موجوده. قلل الاكل، دخل في كونستيبيشن، الكونستيبيشن اللي هو الامساك مش موجود مع الاورجيمكس. الاورجيمكس سيف جدا مع جميع البيشنت اللي موجودين اللي هيترددوا على العيادات، او ممكن كمان ان البيشنت ياخده من الصيدليه، ومتوفر في جميع الصيدليات على مستوى الجمهوريه. الاورجيمكس كيس على كوبايه ميه كبيره قبل الوجبه الرئيسيه بنص ساعه. بنص ساعة. الوجبة الرئيسية اللي هي الغداء والفطار والعشاء. اللي هي الوجبة الرئيسية احنا بنتكلم اللي هو ممكن يتاخد 3 مرات زي ما حضرتك قلت. تمام. لكن انا بقول اللي انا ممكن اديه قبل الغداء، والبيشنت يحافظ مثلا في الفطار والعشاء. البيشنت ما عرفش يحافظ مثلا، عنده الشهية مفتوحة، خصوصا الوقت احنا كل الناس قاعدة دلوقتي في البيوت عشان مشكلة الكورونا. الناس قاعدة يعني بيفطروا 2 3 وبتعشوا 5 مرات. لا، انا ممكن في حاجة زي ديت اللي انا اديله اخليه ياخد اورجيمكس مرة بالليل، واضمن اللي هو هيتعشى مرة واحدة وهيبقى عشاء خفيف، وبالتالي انا كده هحافظ على الرشاقه بتاع البيشنت، بحيث اللي هو يطلع من الفتره اللي احنا موجودين فيها ديت بكامل النشاط والحيويه، ومفيش اي مشكله من مشاكل السمنه. ده بالنسبه للمنتج الاولاني اللي موجود معانا اللي هو الاورجيمكس. المنتج الثاني، منتج طبعا موجود معانا على الشاشه يا دكتور، الاورجيمكس زي ما انت قلت حضرتك. اسف طبعا على الاطاله، بس زي ما انت قلت حضرتك بيساعد برضو على التخسيس، واهم حاجه دي اهم حاجه. طيب المنتج الثاني، المنتج الثاني اللي موجود معانا حاجه اسمها سينيور جيل. سينيور جيل، جيل ده جيل موجود لالام الظهر والفقرات والعضلات. اي مشكله بتقابل بيشنت، سواء ان كان لوبك بين اللي هو الام اسفل الظهر، تقلص العضلات. زمان لو تفتكر حضرتك زمان واحنا صغيرين، كان اي واحد يجي له تعب في ضرسه ولا حاجه يقول لك حط عليه قرنفل. القرنفل بيشتغل كمسكن وكمخدر كمان في النقطه دي. انا عندي القرنفل، هو زيت القرنفل هو الماده الرئيسيه عندي في السينيور جيل. السينيور جيل بيشتغل كمسكن وكباسط عضلات كمان، موجود فيه كومبينيشن كتير، موجود معاه مكونات تانية غير الكلوف اويل. تمام. موجود فيه البيبرمنت اويل، موجود فيه كمان الكلوف اويل. كومبينيشن يعني ممكن البيشنت يشتريها يشوفها موجوده على العلب. بتساعد هنا البيشنت اللي هو يقد الحركه بكل أريحية، مفيش أي تقلص في العضلات، مفيش شد عضلي، مفيش توتر عضلي، يقدر اللي هو يطلع السلم، ينزل السلم، يقدر اللي هو يمارس حياته بكل أريحية. ده المنتج اللي هو السينيور جيل. سينيور جيل، حاطينه في فورمة الجيل عشان يكون سهل الامتصاص بالنسبة للجلد، لأن في بعض الحاجات التانية بتبقى صعبة. لا، السينيور جيل سهل الامتصاص، وبالتالي البيشنت هيحس بالراحة اللي هتجيله من استخدام سينيور جيل بعد استخدامه ب10 دقايق. تمام. وديت ميزه موجوده في السينيور عن اي جيل او اي كريم تاني. تمام.
احنا دلوقتي قلنا يا فندم الاورجيميكس قلنا الاورجيميكس والسينيور. طيب دلوقتي ناقصنا برضو من منتجين اثنين لسه منتجين. طيب. المنتج الثالث اللي الدكتوره هاله اتكلمت عليه تمام. اللي هو الميتابي. الميتابي ده فاجينال ووش، ده حاجه خاصه بالمراه بالعنايه الشخصيه. اي مشكله بتقابل اي ست عند الدكتور بتقول له يا دكتور اللي مثلا في مثلا بتشتكي ان في باد اودر، في ريحه، في ريحه مش كويسه، في افرازات، في مثلا هرش او حكه، فالدكتور على طول اي حاجه بتيجي في دماغه ان ديت بتبقى مشكله عدوى بكتيريه او عدوى من الفطريات او التهابات. احنا حطينا الثلاث اكتيف انجريدينت الحاجات ديت موجوده عندي في الميتابي. الميتابي موجود في حاجه اسمها السايمول والبوركس، موجود في الترايكونازان، وموجود في الفينوكسي ايثانول، يعني بيشتغل كانتي بكتيريال، انتي فانجل، انتي انفلاماتوري. ممتاز. تمام؟ المميز في الميتابي بقى عن غيره اللي هو بريحه الخوخ. الخوخ ودي ريحه مميزه جدا بالنسبه للحاجات الثانيه. في حاجات ثانيه يقول لك ريحه الورد او روائح اخرى، لكن الميتابي بريحه الخوخ. العبوه متوفره في جميع الصيدليات على مستوى الجمهوريه، برده متوفره. البيشنت ممكن تقدر تستخدمه عادي، اللي هو استخدام بيتخفف بميه، بنقول 10 مللي على نص لتر ميه دافي. تمام. استخدام مره او مرتين في اليوم، ما فيش منها اي مشكله. المنتج الرابع بقى المفاجاه بتاعتنا اللي انت قلت لنا نخليها اكيد ان شاء الله. طيب خلينا المنتج الرابع خلي اخر الحلقه. تمام يا دكتور. طيب بالنسبه دلوقتي للمنتجات اللي معانا يا دكتور، هل هي دلوقتي لها اضرار جانبيه على المستخدم؟ زي ما اتكلمت مع حضرتك ان كلها حاجات ناتشرال، حاجات طبيعيه، ما فيش منها اي مشاكل ولا اي مخاطر، بحيث ان احنا كمان بنتعامل في نقطه ايه، ان البيشنت ممكن يجيبها من الصيدليه ويستخدمها لوحده. يعني معظم الدرج الادويه كلها يقول لك لا تستخدم الا باشراف الطبيب. ديت عندي بالنسبه للاورجيميكس، الاورجيميكس لا، انا حاجه الياف طبيعيه، مش هتسبب اي مشاكل، مجرد ما هيروح ياخده من الصيدليه بس. احنا بنقول كيس على كوبايه ميه كبيره قبل الوجبه الرئيسيه. بالنسبه للاورجيميكس برضو في بيشنت تاني بيعاني من الكونستيبيشن او الامساك، يعني هو مش تخين بس عنده مشكله الامساك، لا انا ممكن هديله الاورجيميكس هياخد نص كيس على كوبايه ميه في اي فتره من النهار او في اي فتره من اليوم، ومش هيعاني من اي مشكله الكونستيبيشن ديت عنده او مشكله الامساك. المتابي اللي هو الفاجينال ووش، ده حاجه خاصه بعنايه المراه، يعني دايما معظم الستات بيبقى معاها في الشنطه بتاعتها لو هي في مشوار، في سفر، في اي حاجه، استخدامات حاجات شخصيه عاديه. الجل برضو ما فيش منه اي مشاكل، حاجه لوكال بتساعد على ازاله الالم اللي موجود عند اي عيان. والاخير بتاعنا اللي هو السوزي. تمام. يعني في ظل طبعا تفاقم احداث كورونا وان هو وباء طبعا مخلي الناس قاعده في بيوتها، بس بيقول لك دايما يعني ايه في سبل وقايه وحمايه زي الجوانتي، زي المعقمات، زي الكمامه، هل بتبقى ليها دور اساسي ويعني في حمايه الشخص بشكل عام من الوباء ولا هو كلنا طبعا الفترة اللي فاتت دي كلنا متابعين وشايفين كل الناس بتتكلم على مشكلة كورونا. أهم حاجة بالنسبة لنا القعدة في البيت، عدم الاختلاط، عدم التجمعات. لأن تخيل لو حضرتك واحد بس مثلا حامل للفيروس ده وراكب في المترو، شوف عربية المترو فيها كام، وهو نازل يتعامل مع كام واحد، دفع فلوس، كل ده بينشر العدوى، بينشر العدوى طول ما هو ماشي. لكن يبقى الحل الاساسي بالنسبه للكورونا اللي هي القعده في البيت والبعد عن الاختلاط. طيب انا خرجت وانا راجع اول حاجه بعملها اللي انا اخش على الحمام اغسل ايدي بالميه والصابون. تمام. طيب انا في الشارع سلمت على الاستاذ محمد، سلمت على الاستاذ حازم، معايا علبه الكحول بتاعتي، بقوم بختين على ايدي بدعك ايديا عادي، مفيش منها اي مشكله. أوكي. يبقى استخدام الكحول هنا مهم جدا. منظمه الصحه العالميه كلها بتتكلم على استخدام الكحول وخصوصا الكحول 70%، وده اللي خلانا دايما بنتكلم على السوزي ان هو كحول 70%، وديت ميزه موجوده بالنسبه للسوزي عن غيره. في عليه اضافات تانية كمان، يعني موجود عليه الجليسرين. الجليسرين في بعض الناس هتشتكي تقول لك انا ما برش كتير كحول على ايدي، ايدي حصل لها تشققات او حاسس ان البشره ناشفه، لا ده السوزي موجود فيه الجليسرين، موجود فيه اكسيد الزنك، وكل الحاجات ديت بتعمل سوزنج، يعني بتخلي الجلد رطب شويه عن استخدام الكحول العادي.
استخدام الكمامات او استخدام الجوانتيات زي ما حضرتك قلت، انا من وجهه نظري اللي انا شايفها تبقى خاصه بالاطباء والتمريض اللي هم بيتعاملوا مع الفيروس، مع الفيروس، مع البيشنت، مع في الحجر ذات نفسه. لكن بره هو انا احنا كلنا بننصح ان ما حدش ينزل، والا اذا لو في واحد مثلا حاسس اللي هو عنده الاعراض يفضل اللي هو يعزل نفسه، دناته بعيد ما يختلطش بحد، دناته في بيته، حتى يعني يحافظ على نفسه بعيد عن عيلته. دي اهم حاجه، دي اهم نقطه بالنسبه للموضوع. واحنا برضو من وعي الشعب المصري برضو اللي هو يحافظ على اولاده شويه ويحافظ على مجتمعه شويه، يعني اقعد في البيت زي معلش في الكلمه. في دكاتره بتنزل مستشفيات، في ناس رجال الشرطه بيلفوا بالشوارع عشان خاطرك انت، انت قاعد في البيت. طب اقعد في البيت الاسبوعين دول معلش هتلاقي الوضع اتحسن اكتر، يعني مش هيختلف معاك، هيختلف مع ناس تانية كتير. طيب بس نرجع بقى النهارده لكمية الحلقة. مين فيكم يحب يكمل مع كمية الحلقة النهارده؟ احنا اتكلمنا بقى عن السوزي. تمام. طبعا عشان هو الخاص هو الدكتور ابراهيم يتكلم عن السوزي. الموضوع تمام ماشي. دكتور ابراهيم دلوقتي كمية الحلقة السوزي. السوزي. عايزين نشرح أكتر عنه، مفصل عنه. السوزي كحول، هي ده العبوة كحول 70%. تمام. موجود معاه كمان زي ما اتكلمنا الجليسرين، موجود معاه الزنك اوكسيد، معاه اكسيد الزنك، معاه لافندر، معاه الوفيرا، كومباينيشن مش هتلاقيها في اي عبوه تانية الا السوزي. دي شكل العبوه بتاعته، دي اللي هي العبوه اللي جوايا، في العبوه الكرتونه الخارجيه. فده شكل السوزي. بينصح لاستخدام السوزي مع كل البيشنت، يعني احنا دايما حتى دكاتره النساء بتستخدم كحول او السوزي في رش على السره بتاعه الطفل اللي هو بعد الولاده، يستخدم في الغيار على الجروح، على الجروح اي جرح، اي عمليه ممكن يستخدم بخ تقنع على الجرح. تمام. او يستخدم بالنسبه لسره الطفل يترش 6 مرات مثلا في اليوم، ده لغايه ما المشبك بتاع السره بيقع. السوزي امن تماما، كحول 70%، موجود فيه تيتر اويل، بيشتغل كانسبتك، موجود فيه كمان زي ما قلت لحضرتك اللي هو اللافندر، بيديله رائحه، الرائحه النفاذه بتاعه الكحول مش موجوده في السوزي. السوزي الفتره ديت هو مطلب لكل بيشنت او كل مواطن مصري لازم يكون معاه عبوه سوزي، بحيث اللي هو يحافظ على نفسه، يحافظ من الاختلاط، حتى لو هو زي ما بقول لحضرتك اللي هو خرج او تعامل مع اي حد بخ على ايده بيحمي نفسه، يعني هو مجرد ما بيبق هو ده اللي منظمة الصحة العالمية قالت عليه، ان هو الكحول 70% هو اللي هيخلص على الفيروس. تمام. طبعا والصابون بعد المية والصابون وبعد المنظفات العادية. لا، المية والصابون مش هتموته، المية والصابون هتنزله هتوقعه، لكن الكحول هو اللي بيموته، هي ديت النقطة. تمام. يعني الفكرة الرئيسية هو بيخش بيغسل ايديه بالمية والصابون في الحوض، ده لو فيها عليها فيها اي انفكشن مثلا، فيها اي عدوى، هتنزل في الحوض، لكن ما بيقتلوش، لكن مش هتموته. لكن تمام. انا عايز اقضي عليه، انا واقف مع اي حد سلمت عليه انا شاكك فيه، بقوم جاي بخ على ايدي ومسح ايديا وخلاص، والموضوع كده بالنسبة لي انتهى. كده هتسلم على البلد كلها يا رب، كده هتسلم على البلد كلها، مش هسيب حد باذن الله. وطول ما السوزي معانا مفيش اي قلق باذن الله. باذن الله. باذن الله ان شاء الله. طيب بالنسبة طيب لل المنتجات اللي معانا، هي طبعا منتجات محترمه جدا من شركه محترمه، وزي ما الدكتور ابراهيم والدكتور هلا عرفوها مش محتاجه تعريف. تمام. هم اكتر من كده الصراحه مش محتاجه تعريف. فاحنا النهارده عايزين نعرف اكتر واكتر برضو على قنبله الحلقه اللي هي كحول، زي ما الدكتور ابراهيم عرفها. وكحول في كحول كتير في البلد، يعني في الصيدليات، نزلت اي صيدليه في كحول كتير. ايه اللي يفرق بين الكحول العادي مثلا والكحول ده؟ يعني مثلا في مثلا سيز معين مثلا مختلف بين الكحول ده 60% 70%، ايه الفرق معين؟ في ناس كتيره بتقول اللي هي بتنزل كحول 70%، بس بتيجي ممكن اما بيتكشفت الكحول هو بيجيب مثلا عبوات كبيره وبيفضها في عبوات صغيره. تمام. التركيز بتاعها بيقل، لان زي ما حضرتك عارف ان الكحول مجرد ما بيتبخ بيطير، فتركيزه بيقل، ودي مشكله. انا عندي العبوه بتاعتي حافظه على التركيز بتاعها. في المشكله الاكبر اللي مقابلنا دلوقتي في السوق المصري الغش. لو انا بتكلم عنه يا دكتور، اللي بحط الكحول المثيلي، وده خطر جدا، ده اخطاره على الانسان خطر جدا جدا.
اللي هو بيبقى تركيزه تركيبه اللي هو CH3OH، لكن الكحول الاثيلي بيبقى C2H5OH. انا اللي يهمني في الموضوع ده كله كله بيتكلم عليه اللي هو الايثيلي اللي هو C2H5OH، هو ده المهم بالنسبه لي، ويكون بتركيز 70%. ممكن واحد يقول لك ده انا جايب لك كحول 90% 80%، في الحركه ديت في اللحظه ديت لو هو تركيزه اعلى من 70% احنا بنتكلم ان هو هيقتل الفيروس لما يكون تركيزه من 70 ل 75. طب لو تركيزه مثلا 80 او 90 زي ما بعض الناس يقول لك ده انا جايب لك كحول 90% ده هيطير، مش هيدي فرصه اصلا اللي هو يقتل الفيروس. لكن وجود الكحول بالتركيز 70% هو ده التركيز الامثل للقضاء على الفيروس. في بعض التجارب تانية اللي بتفرق ما بين الكحول الايثيلي والكحول الميثيلي اللي هو طريقه الاشعال. بالنسبه للكحول الايثيلي اللي موجود في السوزي لو بخيت بختين مثلا في طبق او على لوح ازاز ولعت فيها هيديني اللون الازرق اللي هو فيه خلطه يعني حته محمره صفرة كده. اما لو جبت الميثيلي بيبقى اللون بتاع اللهب بتاعه بيبقى هو الاحمر العادي اللي احنا عارفينه. طيب عامه احنا عايزين بس اول حاجه ما زهقناش طبعا من ضيوفنا، بس عايزين اول حاجه نطلع فاصل ونرجع لحضراتكم تاني بكل جديد. في حلقه النهارده مع طبعا دكاتره شركه اي جي كيور للامداد الطبي. طبعا عايزين نعرف نبذه مختصره بقى عن الشركه وعن التراخيص بتاعتها بتضمن طبعا مع شركه مع وزاره الصحه. تمام. هو بالنسبه للمنتجات بتاعتنا كلها طبعا صادره من وزاره الصحه المصريه، كل منها مسجل برقم ترخيص موجود طبعا على العبوات بتاعتنا كلها وهي موجودة في كل الصيدليات، كمان معنا الأوراق الخاصة بالتراخيص دي وهي صادرة من وزارة الصحة. طبعا برضو عايزة أكد تاني عن نقطة إن المنتجات بتاعتنا كلها سيف وآمنة وإن هي طبيعية مفيش منها أي سايد افكتس ولا أي أضرار جانبية هتأثر على البيشنت اللي احنا بنتعامل معاه. بس زي ما قلت لحضرتك كده ان العيان يتاكد ان رقم الترخيص موجود على العبوه منعا للغش التجاري او ان اي حد عايز يضرب العبوات او يقلدها. طبعا ده بيكون كاثبات ودليل كافي ان المنتج مرخص وصادر من جهه معنيه بالتراخيص دي وامن على العيان. اكيد طبعا. تمام. بنشكر طبعا الدكتوره هاله البكري ونشكر طبعا دكتور ابراهيم على حلقتنا، وللاسف والله ما كناش عايزين حلقتنا تخلص النهارده لاستمتاعنا بالمعلومات القيمه دي. لكن طبعا نشوفكم عايزين تشوفونا كل يوم الاحد ان شاء الله الساعه 12 الظهر من كل اسبوع، ونشوفكم على خير ان شاء الله.